بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنبتدي مع بعض نحل أسئلة الوورد اكس بي ولا كده. تعالى كده على أول سؤال، بيدينا كده صفحة وورد بيقول لك سيف ذيس دوكومنت، يعني احفظ هذه الوثيقة از a ويب بيج، وبيقول لك نوت لاحظ دونت تشينج ذا ديفولت فايل نيم اور لوكيشن، يعني بيقول لك لاحظ كده ما تغيرش اسمه ولا مكانه. طيب هنعمل ايه يا جماعه؟ بص كده، لو عندك ملف كده عايز تحفظه كويب بيج هتعمل ايه؟ بتيجي من خلال قائمه فايل وتختار الامر سيف از، وتيجي كده سيف از تايب تختار ويب بيج وتقول له ايه سيف. تمام. السؤال التاني بيقول لك سويتش، هو بص عشان نفهم برضو المحتوى، هو جايب لك كده ايه صفحه وورد ومديك اتنين، واحد ريبورت مش عارف ايه، يعني ملف اسمه ريبورت، والتاني اسمه ميشن ايه ستيتمنت. هو ده فاتح كده، اللي عارف ان هو فاتح ان هو متاكتف اهو بتنشط. طيب هو عايز ايه بقى؟ سويتش تو ذا اذر اوبن دوكمنت، يعني حول او انتقل الملف المفتوح التاني اللي هو اسمه ميشن ستيتمنت. طيب دي لها حلين. الحل الاولاني انك انت تروح تيجي تروح كده بكليك شمال على ميشن ستيتمنت وخلصت. الحل التاني انك تروح من قائمة ايه ويندو، تفتح قائمة ويندو كده هتلاقي عندك الملفات اللي هي الاوبن مفتوحة، تختار ايه التاني او اللي اسمه ميشن ستيتمنت. اتفقنا يا جماعة؟ بعد كده السؤال التالت بيقول لك يوز مايكروسوفت وورد هيلب، استخدم الهيلب بتاع الوورد تو اكسس عشان تصل انفورميشن لمعلومات اون فورمات بينتر، عشان تصل لمعلومات عن الفورمات بينتر. طبعا كلنا عارفين الفورمات بينتر اللي هي الفرشه دي اسمها كده ايه فورمات بينتر. طيب انا مش عايز راح استخدمها، انا عايز استخدم الهلب في ان اصل للمعلومات عنها. طيب يبقى اروح كده قائمه هلب واختار مايكروسوفت وورد هلب، هيجيب لي كده طبعا ايه وات ايفر بقى اللي يجيبه لك، يعني يجيب لك كائن كده. اهم حاجه هنا بص، طيب your question here، يعني تكتب انت عايز تبحث عنه هنا، فتكتب كده. هو طبعا قال لك ايه ابحث عن فورمات بنتر، ادي فورمات ماشي بنتر تمام، واقول له ايه سيرش، وكده يبقى ايه السؤال خلص. اتفقنا؟ بعد كده السؤال الرابع من خلال صفحه الورد كده بيقول لك change the view mode، غير الفيو بتاع الصفحه for this document لهذه الوثيقه to print layout view. فسهل قوي، بيقول لك غير الفيو بتاع الدوكمنت ديت لناحيه الطباعه او للفيو بتاع الطباعه. بتعمل ايه؟ هتروح كده من قائمه فيو او مفتحها هتلاقي عندك في نورمال ويب لي اوت برنت لي اوت اوت لاين، هو عايز انا واحد فيهم عايز برنت لي اوت فبتروح تختاره اهو ماشي. عايز ويب لي اوت اختار اللي فوق، عايز نورمال اختار اول واحد حسب ما يحدد ايه ما يحدد معاك في السؤال. بعد كده السؤال الخامس برضه صفحه وورد ديت بيقول لك ريموف، يعني شيل ذا ستاندرد تول بار، شيل التول بار الستاندرد. في الستاندرد يا جماعه اهو، هو ده كده اللي فيه فتح صفحه جديده وحفظ وطباعه الحاجات دي، ده اسمه الستاندرد تول بار فروم ذا مايكروسوفت وورد ابلكيشن ويندو، عايزك تشيله من صفحة وورد اللي قدامك، ولكن في دوكيمنت تاني مفتوح اهي عايزين نشيله. عندك حلين، بص كده تيجي في حتة فاضية مثلا زي دي كده وتعمل كليك يمين، هو لك شيل ايه الستاندر، تيجي اهو معمول عليها صح، تك عليها اتشال تمام، نرجعه كده تاني عملية عكسية. طيب عايزين نشيله بقى من القوائم اهو، تروح على قائمة فيو وتختار تول بارز أشرطة الأدوات وتيجي على الستاندر ويتك عليه. يبقى انت عندك ايه حلين، اما من بره كليك يمين او من قائمه ايه فيو. السؤال اللي بعد كده السؤال السادس كتب لك كده تي ام، طبعا ده سيمبل رمز، اختار كلمه تريد مارك وبيقول لك انسرت ذا تريد مارك سيمبل، ادرج رمز التريد مارك العلامه التجاريه از انسيشن بوينت. يعني ايه كلمه انسيشن بوينت يا جماعه؟ نقطه ادراج مكان ما هو حط السهم، بمعنى انسيشن بوينت نقطة ادراج او مكان ما هو حاط ايه السبب. عايزة بقى تحط ايه؟ تحط رمز او تدرج رمز.
طبعا الموضوع سهل جدا اهو. بتروح كده الاول نظري بس كده اللي هي الصفحه لها، بتيجي كده انسيرت او قائمه انسيرت، تختار سيمبل اللي هي رمز، وتروح بقى تدور على التي ام. فين بقى تي ام؟ اهي تحت اهي، تقول له انسيرت، تقول له ايه كلوز. هتلاحظ يا جماعه ظهرت عندك ايه، كبر عشان تشوفها، ظهرت عندك ايه تي ام. بعد كده السماع مديك كده صفحة وورد وبيقول لك سيلكت، حدد اونلي، حدد فقط ذا سكند سنتنس، الجملة الثانية. ما قالش لك حد جملتين، لا قال لك حد الجملة الثانية. وبيديك بدايتها اللي هي بتبدأ باور برودكتس لحد ايه نهاية الجملة، انزل اباف تكست في النص اللي قدامك. طب تعال نشوف النص اللي قدامك كده. بص ثاني سطر كده مكتوب اور برودكتس بروفايد كواليتي ات مينيمال كوست. بص طالما قال لك حد الجمله يبقى بتيجي من اول الجمله كده، اول اور برودكتس، تعمل كليك شمال وما تسيبش، تقعد ماشي 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 لحد ما يقابلك اول فلوس ستوب اللي هي عند كوست كده، وايه وتقف. اتفقنا يا جماعه؟ طالما قال لك ايه حدد جمله، يبقى الجمله اول يعني حسب ما قال لك بيها ايه، ولحد ما تلاقي فلوس ستوب تقف. اتفقنا؟ بعد كده السؤال مديك صفحه كده ومعلم لك كلمه اسمها بوسيبل. طب عايز ايه؟ بيقول لك cut the selected word possible and paste it between، يعني قصها واعمل لها لصق between the words best and scenario. فين best and scenario ديت؟ يعني بيقول لك شيل دي او اعمل لها cut وتعال حطها كده. سهله جدا يا جماعه، تيجي كده عليها ايه هو مظللها، تيجي عليها كليك يمين تقول له cut، وتيجي من الكلمتين دول كده تعمل كليك، وبعدين تعمل كليك يمين وتقول له ايه بيست. اتفقنا؟ او هو محدد اهو، تيجي من التول بار ده كده دي كات، تيجي تقفل اهو تاخد مسافه بحيث ما تلزقش في الكلمه اللي قبلها، وتقول له ايه وتقول له بيست. الاشاره دي عايز من القوائم زي ما انت عايز، ايديت كات، تيجي هنا اهو ايديت بيست، عندك 3 حلول. بعد كده السؤال التاسع جايب لك صفحة كده وورد كده وبيقول لك يوز ذا فايند اند ريبليس، استخدم أداة فايند اند ريبليس دايلوج بوكس تو فايند عشان تجد ذا نيكست انستانس اوف ذا وورد اريا. عايزك تبحث عن كلمة اسمها اريا ان ذيس دوكيمنت في هذا الملف. لو هبحث عن كلمة يا جماعة هعمل ايه؟ بس خلي بالك بقول لك ايه فايند بس، مش ايه مش ريبليس. فبتيجي كده على اديت وتختار الامر فايند، ماشي، قال لك هبحث عن كلمة ايه، رجع تاني كده على كلمة ايه اريا اهو. فهنا كده فايند وات، تقف هنا كده وتكتب ايه كلمة اريا زي ما هو اداها لك، وتقول له ايه فايند. شوف بقى هو اداها لك او موجودة او مش موجودة في الايه في الفايل. اتفقنا يا جماعة؟ خلي بالك هو قال لك فايند بس، في اسئلة تانية بيقول لك ايه فايند، ابحث عن كلمة كذا اند ريبليس ات وذ كذا وبدلها بحاجة تانية، وهيقابلنا ان شاء الله ايه قدام. السؤال اللي بعد كده السؤال العاشر، مديك نص كده ومحدد لك عنوان اللي هو بليز نوت ذا فولوينج. عايز ايه بقى؟ بيقول لك يوز ذا تشينج كيس، تغيير حاله الاحرف، استخدم خاصيه اسمها تغيير حاله الاحرف دايلوج بوكس تو تشينج عشان تغير سيلكت التكست تو سنتنس كيس. بص كده يا جماعه، يعني مثلا لو هنا كده نيجي بس انجلش، لو يا جماعه في نص كده ماشي اهو عايزك تغير او محدده اهو، طبعا كاتب اي كلام ومظلل اهوت ماشي، وعايز تغيره للسنتنس كيس، هتعمل ازاي؟ هتروح من قائمه فورمات اللي هي تنسيق، وتيجي تروح لامر كده اسمه ايه؟ ها؟ تشينج كيس، ذاكره لك في السؤال اسمه كده تشينج كيس، تختاره. قال لك عايز انا واحد فيهم بقى؟ قال لك سنتنس كيس اهو، تختاره وتقول له اوكي. بيعمل ايه بقى يا جماعه سنتنس كيس بقى؟ بيخلي اول حرف كابيتال في الجملة والباقي سمول اهو، لو لاحظت كده هتلاقي اتش الوحيد هو اللي كابيتال والباقي ايه والباقي سمول.